أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه المحاضرة 11 في قراءة أوجز المقال في شرح تحفة الأطفال في علم الصرف، التي نعدها المحاضرة الأخيرة بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين. وقفنا في بداية الفصل الخامس الذي يتحدث عن كيفية اشتقاق الفعل المضارع من بناء فاعل. إذا كان الماضي على وزن فاعل فمضارعه يدور بين صيغتين، إما يفعل وهو الأصل والقياس، وإما يفعل وهو شاذ، إلا أن له ثلاث صور. يعني هناك فعل يفعل فقط، وهذا شاذ لم يرد فيه القياس. وإما أن يكون يعني وإما أن يرد في الفعل الوجهان الشذوذ والقياس، فعل يفعل وفعل يفعل، هناك ما لا يجوز فيه إلا ما ورد على الشذوذ، وهناك ما يجوز فيه بناء على ما ورد الشذوذ والقياس، سيتبين لنا من الفصل إن شاء الله. اقرأ يا سيدي. نعم. قال شيخنا حفظه الله ونفعنا به في الدارين الأخرين. الفصل الخامس. نعم. اشتقاق المضارع من بناء فعل. نعم. قياس المضارع من كل ماضي على وزن فعل بكسر العين في الماضي أن يكون مفتوح العين في المضارع نحو علم يعلم. نعم. وفهم يفهم وفرح يفرح وسمع يسمع. نعم. ورحم يرحم. نعم. قد ورد المضارع منه على وزن يفعل بكسر العين في المضارع على شيء من النذرة والشذوذ. وعلى هذا يأتي المضارع من بناء فعل على بابين. والمضارع الوارد بكسر العين من هذا الباب إما أن يرد على الشذوذ فقط بحيث لا يجوز فيه القياس فينطق بكسر العين لا غير، وإما أن يرد على وجهين القياس والشذوذ فيجوز فيه فتح العين على القياس وكسرها على الشذوذ. نعم. الأول، خلاصة الباب أنه على ثلاثة أوجه ما لا يجوز فيه إلا القياس، وما لا يجوز فيه إلا الوجه الشاذ، وما يجوز فيه الوجهان. القياس فعل يفعل، الشذوذ فعل يفعل، وهناك أفعال يجوز فيها الوجهان. إذن القسم الأول أو الوجه الأول ما ورد على الشذوذ فقط، يعني فعل يفعل، يفعل فيه خطأ مع أنه القياس، إلا أن السماء هو الأصل. إذا تعارض السماء والقياس فالسماء هو المقدم، حتى في الشريعة وإن كان للعلماء بعض الخلاف، إذا وقع التعارض بين النص والعقل أو بين النقل والعقل فماذا يقدم؟ العقل يجزم بكذا وجاء حديث بما يعارضه، أو يظهر من آية ما يعارضه، ماذا يقدم؟ خلاف بين العلماء، هناك من يقدم النص وهناك من يقدم العقل. هذا إذا امتنع الجمع بين الاثنين، إذا امتنع الجمع. نعم، تفضل. الأول ما ورد على الشذوذ فقط. حصر الصرفيون الأفعال المضارعة على التي وردت مكسورة العين من هذا الباب على الشذوذ ب 19 فعلا.
في 19 فعلا، 19 فعلا بالتاء، بالتاء ساقطة تقريبا عندكم. نعم. وهي ورث يرث. نعم. ويرث أصله يورث، يورث على وزن إيه؟ يفعل. فهزفت الواو لوقوعها بين عدوتيها على ما عرفنا فيما سبق. نعم. وولي الأمر يليه، ولي الأمر يليه. نعم. لماذا يليه؟ ماذا فتح الياء؟ هل دخل ناصب؟ ها؟ يليه. نعم. وأصله يولي، يولي، فهزفت الواو. نعم. وورع الرجل يرع، يرع. نعم. نعم. من الورع. نعم. وورم الجرح. نعم. يرم. يرم. نعم. لماذا أنت مولع بفتح الآخر؟ نعم. شكرا. وورق يدك. نعم. وورق يدك. وورق الأمر يفقه، يفقه. أي وجده موافقا. نعم. ووجد يجد. نعم. نعم. وري المخ يري بمعنى كسر. وورق يعفو. نعم. بمعنى عجل. نعم. وورك يرك. نعم. ووكب يكب بمعنى اغتنم، اغتم وجزع. نعم. ووقه يقه، يقه بمعنى سمع. نعم. وآن يلين بمعنى نعم. وتاء يتيه من التيه والحيرة. نعم. ووهم يهم من الوهم. نعم. ووثق الفرس يثق. نعم. ووعم يعلم. نعم. يطيح أي هلك عند بعضهم. لماذا عند بعضهم؟ لأن هناك خلاف في تحديد وزن هذا الفعل. بعضهم يقول إنه إن ماضيه على وزن فاعل، وهو رأي الخليل. ومنهم من يقول إن الماضي على وزن فعل. إذن إذا كان على وزن فاعل طاه أصله طايحة، طايحة، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا مثل نال أصله نيلة. فالمضارع يطيح أصله يطيح مثل يميل. خلاف بين العلماء. نعم. الثاني ما ورد على القياس والشذوذ. ورد في عربية 12 فعلا عن المشهور على وجهين، القياس بفتح العين في المضارع والشذوذ بكسر العين. نعم. وهي حسب يحسب ويحسب، وقد قرئ بهما في القراءات المتواترة يحسب أن ماله أخلد، يحسب أن ماله أخلد، حسب يحسب، حسب يحسب بالوجهين. نعم. ويعلم ينعم ينعم. نعم. وييأس ييأس وييئس، لا تيأس من روح الله، على القياس هذه القراءة. نعم. ووله يوله ويليه، يوله على وزن يفعل، الواو هنا لا تهزف لاختلال العلة. يوله هكذا ينطق به مثل يوجل، لا توجل. لكن يله بكسر اللام الواو تهزف لوقوعها بين الفتحة والكسرة، لكن يوله وقعت بين الفتحتين فلذلك لم تهزف. مفهوم الكلام؟ نعم. بمعنى جنة، بمعنى جنة، وافتقد عقله لاتفاق حبيب أو مال. نعم. ووحر يوغر يزر بمعنى اغتاظ. ووحر يوحر يحر بمعنى حقد. نعم. ويبس يبس يبس. ووهل يوهل
نعم يوهل. نعم. فما قصتك اليوم؟ متعب؟ مرهق؟ بطيء في القراءة ومتردد؟ ماذا حدث؟ ها؟ ولا لم تراجئ الدرس قبله؟ طيب يلا يا سيدي، هي الغريبة ولا أنت الغريب؟ ها؟ أنت الغريب عليها لكنها ليست غريبة يا سيدي. نعم. ببعث فزع. نعم. وبائس يبأس يبئس من البؤس. نعم. ووهمت الحبلة. 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 بمعنى الحامل. نعم. توحم يعني المضارع له وجهان، وحمت هذا الفعل الماضي وهو مختص بالمؤنث، وحمت الحبلى. المضارع عندك وجهان، توحم أو تحيم بحذف الواو، معناه اشتهت طعاما. ووبق يوبق يبق، ومنه الموبق في القرآن الكريم، موبقة مأخوذ من هذا، وبق يوبق على وزن يفعل أو يبق بحذف الواو. وولغ الكلب يلغ ويولغ بالوجهين، ويقال فيه ولغ يلغ لغة. إذن المضارع ولغ فعل ماضي مضارئه له ثلاثة أوجه. الوجه الأول يلغ بكسر اللام مع حذف الواو. الوجه الثاني يولغ بفتح اللام مع إثبات الواو. الوجه الثالث يلغ مثل يسع ويدع. ثلاثة أوجه مثل وهب ويهب. مفهوم الكلام؟ إذن أولا عندنا ما ورد على الشذوذ فقط، وهو محصور في 19 فعلا، أليس كذلك؟ ثم ثانيا عندنا ما جاء على القياس والشذوذ، وهو محصور في 12 فعلا. كل ما عداهما لا يجوز فيه إلا فتح العين في المضارع. يعني الواجب عليك كطالب الصرف أن تحفظ هذه الأفعال 19 مع 12 كم؟ 32. تحفظها 19 منها كسر العين في المضارع فقط، 12 منها الكسر والفتح على سواء، ما عداها لا يجوز إلا فتح العين. وصلت؟ أكمل. ويظهر لأن المضارع يا رجل المضارع هذا الباب لا يكون إلا مفتوح العين. نعم. وكل ما ورد من كسر العين وحده أو مع فتح العين محمول على تداخل اللغات. نعم. فكل مضارع ورد مكسور العين فماضيه مفتوح العين. نعم. سمع أو لم يسمع. ويستدل لذلك ما ورد عن العرب من أفعال ماضية على هذه الصورة لبعض المضارعات. ويستدل أو ويستدل يستدل يستدل لذلك ما ورد. إذا قرأت بالبناء للمجهول ويستدل لابد من التعدي، ويستدل لذلك بما ورد. إذا كان بالبناء للمجهول لابد من ذكر الحرف، لكن بالبناء للمعلوم هو المقصود، ويستدل لذلك ما ورد. نعم. يعني يكون دليلا، مثل يستكين بمعنى يكون. نعم. ويستدل لذلك ما ورد عن العرب من أفعال ماضية على هذه الصورة لبعض المضارعات من هذا الباب. نعم. نحو ولغ ورد ماضيه بفتح العين وكسرها. نعم. كما ورد مضارعه كذلك. نعم. انتهينا من هذا الفصل. الفصل السادس، مصدر بناء فاعل. نعم. مصدر بناء فاعل. نعم. واسم الفاعل والمفعول منه. نعم. ينقاص من مصدر الفعل المتعدي من بناء فاعل أن يكون على وزن فعل. نعم. على وزن إيه؟ فعل. أنا سمعت فعل بفتح العين، بسكون العين، هذا هو الصواب، على وزن فعل. نعم.
بفتح الفاء وسكون العين على نحو ما ينقاص في بناء فعل كما سبق. نعم. ومن ذلك سمع يسمع سمعا. نعم. وفهم يفهم فهما. نعم. وأمن يأمن أمنا. نعم. وهذا معنى قول الناظم فعل قياس مصدر المعدى. نعم. وإذا ورد مصدر الفعل المتعدي على غير فعل فهو شاذ مبني على السماع. نعم. ولا يجوز لأحد أن ينطق به إلا بسماع عن العربي صحيح بالإجماع. نعم. بخلاف الوزن القياسي فإنه يجوز الإتيان به مطلقا عند المبدل. عند الفراء. اكتبوا عند الفراء بدلا من المبرد. يعني في الطبعة التي عندكم نصبت هذا القول إلى المبرد بناء على نقل من غير كتبي، ثم ظهر لي في النهاية بعد الرجوع إلى كتبي أنه مع الجمهور، هذا الرأي للفراء والمبرد مع الجمهور. إذن فالصواب عند الفراء وليس عند المفرد، لكن هناك من نسب إليه هذا القول لكنه على خلاف التحقيق. نعم. وبشرط ألا يرد ما يخالفه عن العرب عند الجمهور. نعم. والمبرد مع هؤلاء الجمهور هنا. نعم. ومن الشاذ في هذا الباب حفظ يحفظ حفظا وعلم يعلم علما وورد يرث إرثا. ومن التصحيح الفاتح ما ورد في نسخة المطبوعة من كسر فعل. مكتوب هناك فعل. فعل وسكون العين وذلك غير صحيح. يعني هذا البيت فعل قياس مصدر المؤدى كتب فعل وعلق عليه بناء على هذا وهو على خلاف الصواب. نعم. والصواب ما أثبتناه. نعم. وأما الفعل اللازم فقد ذهب الصرفيون إلى أن قياس مصدره أن يكون على وزن فعل بفتح الفاء والعين. نعم. نحو فرح يفرح فرحا. نعم. وكسل يكسل كسلا. أيوة. نعم. وبغر يبطر بطرا. نعم. وأشر يأشر أشرا. وندم يندم ندما. وترح يترح ترحا. وفشل يفشل فشلا. نعم. وعن هذا يقول الناظم رحمه الله. نعم. وفعل اللازما تبدى. نعم. أي إن ظهر لازما. نعم. اشتقاق اسم المفعول من بناء الفعل. اسم المفعول؟ اسم الفاعل من بناء الفعل. يا راجل. يلا يا سيدي. نعم. ورد عن العرب اشتقاق اسم الفاعل من بناء الفعل على صيغ متعددة ذكر الناظم منها خمسة. نعم. وهي على النحو التالي. نعم. أولا أن يؤخذ على الوزن المعمول في اسم الفاعل. نعم. وهو فاعل. نعم. وهو حينئذ اسم فاعل وزنا ومعنى. نعم. ومن ذلك علم عالم وفهم فاهم. نعم. وسمع سامع. وأمن آمن. نعم. وورث وارث. نعم. ويقع فيه من التغيرات ما يقع في فاعل. نعم. من فعل فيقال خاف يخاف خائف. ونام ينام نائم ونال ينال نائل. بقلب الواو والياء همزة. ثانيا. نعم. يؤخذ على وزن من الأوزان التي يطلق عليها صفة المشبهة. يطلق عليها صفة المشبهة. نعم. باسم الفاعل. نعم. وهي أربعة على المشهور. نعم. الأول فعيل مثل علم عليم. نعم. وفقه فقيه. نعم. وسمع سميع. نعم. والثاني فعل. فعل. نعم. نحو فرح فرح. نعم. ومنه قوله تعالى إنه لفرح فخور. نعم. وخسر خسر. نعم. ومنه على القراءة الشاذة. نعم. وإذ أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. بجر الآخرة. بجر الآخرة. هنا هذا الوزن يلتبس فيه اسم الفاعل بالفعل الماضي، الفرق بينهما في التنوين، إذا نون فهو اسم
وإذا لم ينون فهو فعل، وفي دخول اللواحق كتاء التأنيس والضمائر، إذا كان اسما فالضمائر وتاء التأنيس لا تتصل بآخره، وإذا كان فعلا يجوز ذلك، وكذلك إذا كان اسما يمكن أن يضاف كما في هذه القراءة خسر الدنيا مضاف ومضاف إليه، القرينة على ذلك والآخرة بعطف المجرور على ما بعد خسر. إذن يعني الصفة على وزن فاعل والفعل الماضي بينهما التباس، يجب أن تكون مركزا قبل أن تحكم بأنه فعل أو أنه صفة مشبهة. نعم. والثالث فعلان بفتح الفاء وسكون العين، ومنه سد الرسترات وضد الرباب عطش عطشان وضد الرمآن وجامل الجبلان، والرابع أفعى، ومنه حمر أحمر أحمر. نعم. حمر أحمر صفة يعني حمر أحمر وسود أسود وعور أو أعور وعمي أعمى. نعم. وتتميز هذه الأربعة بالدلالة على الثمود، وهذا ما وهذا معنى قول الناظم، ولا ليس عندك هذا وبفعيل طيب أكمل. وتتميز هذه الأربعة بالدلالة على الثبوت واللزوم بخلاف اسم الفاعل، فإنه يدل على التجدد والتعلم. تمام. وهذا معنى قول الناظم وبفعيل فعل وفاعل فعلان أفعل وأفعل أتى اسم وبفعيل فاعل وفاعل فعلان أفعل أتى اسم الفاعل هكذا، وبفعيل فاعل وفاعل فعلان أفعل أتى اسم الفاعل. نعم. اشتقاق اسم المفعول من باب فعل. نعم. وأما اسم المفعول من باب فعل فإنه يأتي على وزن مفعول، أي بزيادة الميم المفتوحة في أوله وتسكين الباء. زيادة الميم المفتوحة في أول الفعل المجرد، هذه الخطوة الأولى. ثانيا تسكين الفاء. ثالثا ضم العين. رابعا زيادة واو ساكنة بين العين واللا. عندي علم أريد منه اسم مفعول، ماذا أفعل؟ ميم مفتوحة في أوله، ثم الفاء يسكن، ثم العين تضم، ثم واو ساكنة بين العين واللام، يصبح إيه؟ معلوم. فهم مفهوم، سمع مسموع، وهكذا. نعم. على نحو ما سبق في بناء الفعل، فيقال سمع مسموع وعلم معلوم وجهل مجهول وورث مورود، إلا أنه قد يأتي اسم المفعول منه على وزن فعيل. نعم. كثيرا. نعم. فيلتبس بصفة المشبهة باسم الفاعل. نعم. ومن ذلك رحم الرحيم بمعنى مرحوم وبمعنى راحم. نعم. ومن هنا قال يعني الصفة على وزن فعيل تستعمل بمعنى اسم الفاعل وتستعمل بمعنى اسم المفعول، فلا بد أن يركز الإنسان عندما يجد صفة على وزن فعيل، هل يقصد بها معنى الفاعل ولا يقصد بها معنى المفعول، فإذا فهم أكثر المراد فالمعنى يتغير تماما. نعم. ومن هنا قال القوم كل اسم على وزن فعيل فإنه يحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. نعم. مثل نبي فإنه بمعنى مرفوع ويكون اسم مفعول. نعم. وإما بمعنى نبي من النبوة بمعنى الرفعة من بمعنى الألو والرفعة، أخذ النبي من النبوة بمعنى الألو والارتفاع، إذا النبي بمعنى المنبي يعني المرفوع مرفوع المقام. نعم. وإما بمعنى رافع فيكون بمعنى اسم فاعل نعم. ورجيم إما بمعنى مطرود
فيكون بمعنى اسم المفعول وإما بمعنى الراجي بالوسواس فيكون بمعنى اسم الفاعل. فيكون بمعنى اسم الفاعل ولا اسم الفاعل؟ قلت في الأول بمعنى اسم الفاعل. ضبط اسم خطأ. حاول مرة أخرى. اسمه أيوة بمعنى اسم الفاعل. أوقعتك في خطأ آخر فقبلت. نعم. والفيصل في ذلك السياق والفرائض. نعم كما قالوا. ومن أبرز الفوارق بين فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول أن فعيل بمعنى فاعل يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بالتاء. إذا كان الفعيل بمعنى الفاعل يفرق فيه إيه؟ بين المذكر والمؤنث بالتاء. أقول زيد كريم. كريم هنا بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ بمعنى فاعل. إذن هنا أقول فاطمة كريمة. زيد كريم وفاطمة كريمة. زيد جميل وعائشة جميلة. يفرق بين المذكر والمؤنث إذا كان بمعنى اسم الفاعل. أما إذا كان بمعنى اسم المفعول فلا يفرق. أقول زيد قتيل وفاطمة قتيل. دقيق. إذا أعيد مرة أخرى. إذا كان فعيل بمعنى فاعل يفرق بين المذكر والمؤنث. زيد كريم وهند كريمة. زيد جميل وهند جميلة. وإذا كان بمعنى اسم المفعول فلا فرق بين المذكر والمؤنث. زيد قتيل وهند قتيلة. زيد جريح بمعنى مجروح وهند جريح أيضا. ولكن إذا قصدت معنى جارح أفرق. إذا قصدت معنى قاتل أفرق أيضا. نعم أكمل. وعن هذا يقول الناظم واسم مفعول أتى له مفعول. يا رجل من أين جئت بله؟ مكتوب؟ لا كتابة له يجعل البيت يضطرب. والاسم مفعول أتى مفعول دون له. والاسم مفعول أتى. لكن إذا قلنا والاسم مفعول أتى له مفعول تحول البيت من النظم إلى كلام منثور له زيادة غير صحيحة. نعم كما تقول خضر مجهول. نعم. ومجيء اسم المفعول على وزن مفعول يشمل أوجه الأفعال كلها والصحيح والمثال والأجوف والأفيد وأجوف والأفيد والأجوف والأفيد. نعم بلا ألف ولام سواء يعني حسب الألف واللام أو إدخالهما لا يؤثر في شيء. نعم لكن فقط من الجماليات يعني أن يتسق المتعاطفات معطوف ومعطوف عليه نكرتان أو مقرونان بالألف واللام. هذا أجمل من أن يكون أهدهما نكرة والآخر معرفة. ولكنه ليس خطأ يجوز يعني لكن فقط من الجماليات أو المحسنات. نعم. وهو ما أشار إليه الناظم بقوله وذا صحيح في الصحيح والمثال وأجوف كذا بسكون اللام. بسكون اللام. إذا كسرنا اللام أيضا اختل البيت. وذا صحيح في الصحيح والمثال بالسكون. نعم. وقوله ذا إشارة إلى مجيء اسم المفعول على وزن مفعول وهو في محل رفع مبتدأ. نعم. وصحيح خبره. نعم. وهو بمعنى ثابت وشامل. وقوله في الصحيح على حذف موصوف وإقامة صفة مقاما. نعم. والأصل في الفعل الصحيح على حذف قوله تعالى
أن يعمل سابغات وقتل في الثوب. أي دروعا سابغات. نعم. غير أن الفعل اللطيفة سواء أكان مفروضا أم كان مفروضا خلافا لمفهوم تقليل الناظر، والفعل الناقص مطلقا سواء أكان واويا أو يائيا، إنه يقلب في كل منها واو المفعول ياء فتدغم في لام الكلمة، فيقع فيها من التغييرات الإعلال بالقلب والإدغام. نعم. ومثال اللطيف المقرون الإلال بالقلب معروف فيما سبق، قلب الواو ياء أو قلب الياء واوا أو قلب الواو والياء ألفا أو قلب الألف واوا أو ياء، هذا هو الإلال بالقلب. نعم. ومثال اللطيف المقرون روي يروى ريا. نعم. واسم المفعول منه مروي. نعم. وأصله مروي. مروي. نعم. مروي. نعم. فقلبت الواو ياء وأدغمت في اللام. نعم. ومثال المفعول وري. واسم المفعول منه موري. موري. نعم. وأصله نعم مورو. موروي. نعم. موروي. نعم. فقلبت الواو ياء فأدغمت في اللام. ومثال الناقص الجائي نفيا. نعم. والمفعول منه منسي. وأصله منصوي. نعم. نعم. فقلبت الواو ياء فأدغمت في الياء. ومثال الناقص الواوي رضي أن أصله رضي. نعم. الواو من الجبواء. فقلبت الواو ياء لامتثال ما قبلها. واسم المفعول منه مرضي. وأصله مرفوع بواو مشددة. نعم. أو أول. ماذا قلت؟ أولاهما واو المفعول. والثانية لام الكلمة. نعم. فقلبت الواو الثانية ياء. ثم قلبت الأولى ياء وأدغمت في الياء. نعم. وكسر ما قبلها. نعم. وقد ورد عن العرب إلقاء المفعول من الناقص اللواوي على حاله دون أي تغيير. وهذا ما أشار إليه الكاظم بقوله. والفعل مدغم لدى المفعول. نعم. كذلك المفعول دون بوني. دون بوني. نعم. وهكذا منقوص ياء منقوص ياء مطلقا. وهكذا منقوص ياء مطلقا. نعم. وهكذا منقوص ياء مطلقا. نعم. وواوي المنقوص جاء محققا. أصله وواوي، إلا أن ضرورة الشعر اقتضت تخفيف المشدد. وواوي المنقوص جاء محققا. جاء أصله جاء، قصر الممدود ومد المقصور من الضرائر المقبولة في الشعر. نعم. حسبك هذا، بارك الله فيك. اقرأ يا سيدي. التعبية في اللزوم. نعم. وردت العربية بماء فاعلة لازما كثيرا، نحو فرح يفرح ونام ينام وعمي يعمى وقشر يقشر ونجم يندب. نعم. وقشر يقشر. نعم. فورد متعديا في الوقت نفسه. نعم. مثل سمعت الحق. سمعت الحق. نعم. ورحمت المسكين. نعم. وورثت العلم. وورثت العلم. نعم. وعلمت الصوت. وماذا؟ وعلمت. أها، لم أسمع جيدا، اقرأ مرة أخرى. علمت الصوت. نعم. وفهمت العلم. نعم. ولكن اللزوم في هذا البناء أكثر من التعدية فيه. نعم. فاللزوم فيه الأصل والتعدية على خلاف الأصل. نعم. على خلاف ما تقرر في بناء فعل. نعم. الأصل في فعل التعدية واللزوم على خلاف الأصل، وهنا العكس. نعم. من أن التعدية هي الأصل فيه واللزوم فرع عن العكس. نعم. وإلى هذا أشار رحمه الله بقوله
بل فعل لازم وقد تعدى لقلة فيه أي المعدى. نعم، ذا الفعل لازم أي حكمه اللزوم، وقد تعدى بقلة فيه أي المؤدى. نعم. وقلة المتعدي كما أشار إليه ناظم في بناء فاعل ليست بالنظر لا حقيقة ما ورد منه. نعم. ولكن بالنظر النسبي. بالنظر النسبي. بالنظر لا ما ورد من اللازم. نعم. وإلا فالمتعدي فالمتعدي منه كثير كثرة كثيرة. نعم. إلا أنه أقل مع ذلك من اللازم. نعم. يعني القلة والكسرة فيهما شيء من النسبية أحيانا، هناك شيء قليل مطلقا وهناك شيء كثير مطلقا، وهناك شيء كثير بالنظر إلى غيره، وهناك شيء قليل بالنظر إلى غيره، وإذا نزل إليه مجردا فهو كثير، إذا قورن بغيره فهو قليل. هذه الاستعمالات والإطلاقات موجودة بكثرة في كتب العلماء. إذن القلة هنا قلة نسبية، أما إذا نظرنا إلى المتعدي في ذاته فهو كثير، إذا قارناه بما ورد من اللازم فهو قليل. وصلت؟ نعم. القلة السابعة بتقريب بناء فعلا. تأخذ مضارع من بناء فعلا. نعم. اضطرد في مضارع فعلا بجميع ضم مضارعه. ضم مضارعه. أيوة يا سيدي، تسلم. ولم يرد مضارع فعلا غير مضموم العين من باب تلاقي الغرض. نعم. ومن ذلك حسن يحسن. يحسن يحسن. إذا قلت يحسن فهو منصوب عليه. تعرف معنى منصوب عليه؟ السودان عندكم نصب ولا هنا فقط في عتبة؟ يحسن بالضمة. نعم، لا ننصب، المضارع المجرد من النواصب والجوازم يرفع. نعم. نعم. وضم عين فعله المستقبل. المستقبل أي المضارع. وضم عين فعله المستقبل، والمراد بالمستقبل في البيت أي الفعل المضارع، من باب التقليد، لأن المضارع يكون للحال ويكون للمستقبل، إلا أن الناظم لضرورة الروي، ضرورة القافية، استعمل المستقبل من باب التقليد، مع أن هذا المضارع المقصود بالمستقبل يكون للحال، ولعل في ذلك إشارة إلى أن الناظم يميل إلى بعض العلماء الذين يرون أن الاستقبال هو الأصل في المضارع، وكونه للحال على خلاف الأصل، لذلك لا يحمل المضارع على الحال إلا بقرينة، إذا تجرد من القرينة فهو للمستقبل. مفهوم الكلام؟ نعم. وضم عين فعله المستقبل يلزم، أي يجب في الصحيح فيما ينجلي. نعم. قوله يلزم في الصحيح أي يجب في القول الصحيح. وفي ذلك إشارة إلى فساد ما يعرفه من الأخوات. في قوله يلزم إشارة إلى أن هذا الفعل لا يكون إلا لازما، فلا يرتب المفعول به على الإطلاق إلا إذا ضمن معنى فعل متعد، كقوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، والتقدير بما رحبته، والضمير مفعول به بفعل رحب وهو على وزن فعل، أنه ضمن معنى الفعل وسع
وهو متعدد. نعم. فمجيء المضارع فاعل. فمجيء المضارع فاعل. نعم. مضموم العين. عام يشمل أنواع الصفيح والمحتمل. نعم. إلا أن الأجوف منه يقع فيه إعلال بالقلب. فتقلب العين ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها في ماضيه. ويقع في مضارعه إعلال بالنفي. نعم. فتنقل حركة العين المعتلة إلى ساكن الصحيح قبلها كما في قال يقول. نعم. وأصله قول يقول. نعم. وكذلك المضارع فإنه يقع فيه تغيير بتسكين المستجاد الأول وإبانه الثاني. نعم. ومن ذلك فك الرجل. أي صار ذا فكا. وهي صفة العقل. نعم. وأصله فكك. وعدت النافر أي ضاف مكر لبنها. نعم. ولبى الرجل أي صار ذا لب. نعم. وأصله لبب. نعم. وقد ورد عن العالم في الاشتغال. نعم. فدل ذلك الوارد على انه على وزن كومة. وكذلك الناقص في مضارعه نحو سروى يسرو وبذو يبذو ونهو ينهو. من النهية من النهية. من النهية. نعم. بمعنى العقل. وجمعها النهى في القرآن الكريم. إن في ذلك لأولي النهى يعني لأصحاب العقول. المفرد النهية والفعل منه نهوى الرجل ويقال في الصفة نهو أو نهي بمعنى عاقل. بمعنى العاقل. فخلفت لامه واوا لانضمام ما قبلها. نعم. ورقوة يرقو فإنه قد وقع في كل منها حذف الضمة للمضارع في التحقيق. نعم. قال ناظم رحمه الله. وقد صفيت غيره لا أجوفا ولا لفيفا لا ولا مضاعفا. نعم. ومعنى قوله ومعنى قوله وقد صفيت غيره. نعم. أن حكم الفعل المحتل في مجيء المضارع على يفعل بضم العين كحكم الصحيح. نعم. وأما بقية البيت فظاهره أن الفعل الأجوف واللثيف والمضاعف لم يرد واحد منها على هذا الباب. نعم. فعل يفعل. نعم. والفعل الأجوف كذلك عند كثير من علماء الصرف. نعم. وأثبته بعضهم بفعل قال يطول. نعم. كما سبق. وأما اللطيف فهو كذلك بالإجماع. وأما المضاعف فقد ورد في كلمات قليلة كما سبق ذكرها. ويحتمل البيت الإشارة إلى ما ذكرت قبيلا. أحسنت بارك الله فيك. تفضل سيدي يونس. نعم. 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 سهولة. نعم. وعاد على وزن فعال بفتح العين بفتح الفاء والعين. نعم. نحو يجوع يشجع شجاعة. نعم. الثالث أن يكون على وزن فعل بضم الفاء وفتح العين. بضم الفاء؟ بضم الفاء وسكون العين. نعم. نحو حسن يحسن حسنا. نعم. وجبن يجبن حسنا. نعم. الرابع أن يكون على وزن فعل بفتح والعين نحو شعب يشكو شعبا. نعم. وقوم يقوم قوما. نعم. وقد ذكر الناظم من الأربعة الثلاثة قوله وضوية فعالة وفعل وفعل. نعم. فاذكر مصادر أتت بفعل
لفؤلة فعولة فعالة وفعلة فاذكر مصادر أتت لفؤلة. نعم. لقاءكم من الفاعل من بناء فعلة. نعم. وردت من الفاعل من بناء فعلة يفعل على عدة أوجه أشهرها ما نوه إليه الناظم لقوله فعل فعيل فعل فعال وفاعل أفعل أو فعال أو اسم فاعل ولم يكن بفعله المفعول لازم ويكون الأول أن يكون اسم الفاعل منه على وزن فاعل فأخرج من فعل وفعل ومنه رفعها يرفعه رفاهية بمعنى تتبع اسم الفاعل منه ورد رافع على وزن فاعل ورفيق على وزن فعيل فظهر يكبر طاهر وصغر يكبر صغارا أي رضي بالجنس نعم اسم الفاعل منه صار على وزن فاعل وجمع التكسير صغره. نعم. ومنه في القرآن الكريم حتى يعطي الجزة عن يد وهم صاغرون. نعم. ثانيا يكون على وزن فعيل ومنه جمل يجمل جميل وقبها يقبض قبيح وشرف يشبه شريف. نعم. وقفها يقبض فقيه وضرب يضرب غريب. نعم. الثالث على وزن فعال نحو شجع يشجع شجاع. الرابع يكون على وزن فعل نحو حسن يحسن حسن. نعم. الخامس أن يكون على وزن فعال حسن حسن حسن. نعم. ولما كان باب فعل يفعل لا يكون إلا لازما والأصل في اسم المفعول أن يكون تاما ولا يكون تاما إلا من المتعدي فسر عليه الناظم فقال اسم المفعول ينقسم قسمين، هناك اسم مفعول تام وهناك اسم مفعول ناقص. اسم المفعول التام هو ما يؤخذ من الفعل المتعدي وهو الذي لا يحتاج معناه إلى الجار والمجرور إذا ذكر، أقول معلوم تم المعنى، مضروب تم المعنى، منصور تم المعنى. أما اسم المفعول الناقص فهو الذي يؤخذ من الفعل اللازم ولا يتم معناه إلا بالجار والمجرور، لا يتم معناه، يعني الفعل اللازم يتم معناه بالفاعل فقط لا يحتاج إلى المفعول به، واسم المفعول منه على عكس ذلك لا يتم معناه إلا بذكر الجار والمجرور. فأقول مرغوب فيه أو مرغوب عنه، مفهوم الكلام؟ نعم. أي بيت؟ ولم البيت الذي يقول بيتان فعل فعيل فعل فعال فعل من يريد أن يشكل يشكل ورائي فعل فعيل فعل فعال وفاعل أفعل أو فعال أوجه اسم فاعل ولم يكن أوجه اسم فاعل لا نقول أوجه اسم فاعل على الأصل بإسقاط همزة الوصل لأن الوزن سيضطرب. إذن البيت مبني على مذهب من يجيز قطع همزة الوصل في ضرورة الشعر، هناك من يجيز ذلك. أوجه اسم فاعل ولم يكن لفعله المفعول لازما ذكر، والمفعول الأصل يطلق على ما وقع عليه فعل الفاعل، ولكنه قد يستعمل بمعنى اسم المفعول على حسب المضاف. ولم يكن لفعله المفعول أصل الكلام، ولم يكن لفعله اسم المفعول، ولم يكن لفعله اسم المفعول، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه على نحو قوله تعالى وجاء ربك، أصله إيه؟ وجاء أمر ربك. نعم. أكمل يا سيدي. أم كان من بناء الفاعل نحو
نعم 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 زيد يا مولانا نعم. الآن ندخل في الباب الأخير من الكتاب، الباب الثاني في تصريف الأفعال غير الثلاثية. والأفعال غير الثلاثية تشمل الرباعية والخماسية والسداسية. والتصريفات الموروده في الكتاب: كيفيه اشتقاق المضارع، كيفيه اشتقاق اسم الفاعل، كيفيه اشتقاق اسم المفعول، ثم المصدر، وهكذا. تفضل سيدي المدخل. قلنا تعالى غير الثلاثيه الافعال الرباعيه والخماسيه والسداسيه، وهي اما من مجرد رباعي نحو تخرج، واما من المزيد الثلاثي بحرف واحد اكرم شارك فهم، واما من المزيد الثلاثي بحرفين اجتمع انكسر استمر تعلم تجاهل، واما من المزيد الثلاثي بثلاثه احرف استغفر استوجب وجبت معطى، وإما من المزيد الرباعي بحرف واحد فتحرج، وإما من المزيد الرباعي بحرفين اكرم جمع ثم أن. وقال شعر الناظم إلى هذا المعنى بقوله: غير الثلاثي هو الخماسي الرباعي أو السداسي. غير الثلاثي هو الخماسي، هو الخماسي بتسكين الياء، أو الرباعي أو السداسي بتسكين الياء أيضا. نعم. القسم الأول أحكام تصريف الأفعال غير الثلاثية. نعم. الأفعال غير الثلاثية، التاء ساقطة كما كان في العنوان الأصلي. الأفعال غير الثلاثية. أحكام تصريف الأفعال غير الثلاثية: إطلاق المضارع غير الثلاثية، يؤخذ المضارع غير الثلاثية على النحو التالي: الأول زيادة الحرف المضارع على المضارعة ولا المضارعة؟ المضارعة على حسب المعنى المراد في أوله كالثلاثي تماما، إلا أنها تضم. وقد عرفنا معاني حروف المضارعة في أول الكتاب: الهمزة للمتكلم، والنون للمتكلم المتعدد أو للمتكلم الواحد الذي يعظم نفسه، والتاء للمخاطب مطلقا وللغائبة وللغائبتين، والياء للغائب وللغائبين وللغائبين وللغائبات. الحمزة لها معنى واحد، والنون لها معنيان، والتاء لها ثلاثة معان، والياء لها أربعة معان. نعم. إذا كان الماضي على أربعة أحرف سواء ما كان الفعل مجرد نحو تخرج في تخرج خرجنا يخرجن، نعم، طمئن يطمئن، نعم، كان الفعل مزيدا نحو أحسن يحسن، وجالس يجالس، وفهم يفهم. يعني إذا كان الماضي على أربعة أحرف فحرف المضارعة في مضارئه مضموم، وضمها من أصل حرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، كما يقول الحريري: كل ماض على أربعة أحرف مثل أحسن أكرم أو دحرج أو فحم أو جالس، فحرف المضارعة في أوله مضموم وفتحه من الأخطاء الشائعة. نعم. يدحرج، يحرجم، يطمئن، يحسن، يكرم، يعرب، وهكذا. نعم. وتفتح للغير الرباعي كما فتحت الثلاثي انكسر انكسر استغفر يستغفر. وإذا كان الماضي على غير أربعة أحرف بأن كان على ثلاثة أحرف أو على خمسة أحرف أو على ستة أحرف فحرف المضارعة في أوله مكتوب. قاعدة هذه من الأمور التي لا يسأ المتحدث بالعربية جهلها، لابد أن تعرف متى يضم أول المضارع ومتى يفتح. يضم إذا كان الماضي على أربعة أحرف
ويفتح في غير ذلك. نعم. نعم. تضم مطلقا بلا نزاع في غيره تفتح. نعم. نعم. نحو جالس يجالس حسن يحسن تخرج يبحر كذلك في مضارع انفعل نحو انكسر ينكسر وفي مضارع تفاعل نحو تصالح يتصالح وفي مضارع تفعل نحو تعلم يتعلم ومضارع تفعل نحو تدحرج يتدحرج والثاني ان يكون الفاعل ساكنا وذلك في الرباعي المطلوب حمد التعديل نحو احسن يحسن اكرم يكرم مع حذف الهمزه لاجتماع الهمزتين في مضارع المقصود بالهمزه وفي مضارع فعل نحو اجتمع يجتمع اجتمع يجتمع في مضارع فعل نحو اثمر يثمر اسود يسود في مضارع كل شيء ثبات نحو استغفر يستغفر لولا يهلو اجلوز اجلاء اللام مقدمه على الواو مكتوب اجولز اجلوز اجلوز كلمه غريبه يا سيدي نعم اجلوز يجلوز بمعنى اسرع مر يحمار مر يحمار نعم ثالث ضبط ما قبل الآخر من الحروف سواء كان عينا كما في نحو تفعل تفاعل أم كان لاما أولى كما في نحو فعل أم كان حرفا زائدا كما في وزن فعل وما قبل الآخر في المضارع إما أن يكون مفتوحا وذلك في مضارع ماضي مكسور في مضارع ماضي مكسور تاء زائدة نحو تعلم يتعلم تصرف يتصرف تجانس يتجانس تضارب يتضارب تدحرج يتدحرج واما ان يكون مكسورا فذلك في جميع مضارع غير ثلاثه غير وزن فعال نحو احسن يحسن جالس يجالس حسن يحسن انكسر ينكسر اجتمع يجتمع مر يحمر واصله يحمل فحصل الضغام واستخرج يستخرج ودودب يدودب وإجلوذ يجلوذ واطمأن يطمئن يا راجل أيوة غير الرباعي يطمئن عفوا أنا سمعت اطمأن أو توهم هو صحيح لا يوجد خطأ طمأن رباعي فالمضارع إذن يطمئن كما هو يعني أنا توهمت أنه مضارع اطمأن فهو يطمئن طبعا نعم 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 وإلى هذا أشار الناظم بقوله حرف جميل آخر المستقبل من هذه بكسرة قد ينجلي إلا الذي يبدأ بتا المضارعة يفته ردفه كذا المضارعة حرف يليه آخر المستقبل أي ما قبل آخر المضارع من هذه أي من الأفعال غير الثلاثية بكسرة قد ينجلي ما قبل الآخر مكسور بشرط ألا يكون أول الفعل أول الماضي تاء المضارع إلا الذي يبدأ بتل مطاوعة ولا المضارعة لحظة نراجع البيت من المنظوم نراجع البيت من المنظومة لحظة 58 أيوة المطاوعة
صحيح هذا خطأ. إلا الذي يبدأ بتل مطاوعة ليس المضارع. يعني تحول الضاد إلى طاء والألف كما هو والراء تحوله إلى الواو انتهى. إلا الذي يبدأ بتل مطاوع بدلا تحويل المضارعة الضاد تحوله إلى الطاء ثم تأتي إلى الراء وتحولها إلى الواو. أكمل يا سيدي يونس. والمعنى أنما قبل أهل المضارع من غير الثلاثي مقصود دائما إلا إذا كان مجرور بالثالث الثالث مثل تعلم. فما قبل الآخر هنا مفتوح. تعلم مضارعه ما قبل الآخر مفتوح. تدحرج يتدحرج. تعاون يتعاون وهكذا. نعم. كما يكتب الحرف المضارع دائما إذا كان الناطق مبين على أن ما سبق. نعم. حسبك هذا يا سيدي يونس. تفضل سيدي عبد الله. نعم. يؤخذ اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن مضارعه المبني للمعلوم بكتاب حرف المضارعه ميما مفتوحا فاذا كان ما قبل اخر المضارع مفتوحا كما في المضارع من الماضي المخزون بفاء زائده قلبت فتحه ما قبل الاخر كسرا واذا كان ما قبل الاخر من جنس الحرف الاخر سكن وقدم فيه فتكون الكسره مكسره فتقول يحسن محسن ويجالس مجالس ويضار مضارا وحسب يضارع مضارع فسكنت الراء الاولى نعم وادغمت الراء الاولى وادغمت الثانيه ويسكن مسكن نعم وينكسر منكسر ويستمع مستمع ويختار مختار نعم ويحسب يحتمل مختل وكلمت الياب الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ويحمر محمر وحسبه يحمل محمل ويتخاصم متخاصم ويتدهل متدهل ويستوفي مستوفي ويدهرج مدهر ويتدهرج متدهر ويطمئن مطمئن ويطمئن مطمئن ويطمئن مطمئن يعني كرر يطمئن مرتين والمقصود بالثاني أن تقلب الياء ميما ليكون اسم الفاعل ويطمئن مطمئن وأما اسم المفعول فإنه يؤخذ من المضارع المبني المفعول بإبدال حرف المضارعة ميما مضموما أو يؤخذ من اسم الفاعل بقدر كسرة ما قبل آخره فتحة ويقال يكرم مكرم يقاتل مقاتل ويحسن محسن ويتعلم متعلم ويستخرج مستخرج وعلى هذا قيس وإلى هذا أشار الناظم بقوله واسم الفاعل واسم المضارع المبني للحرفي كمكرم وذا إذا فتحت وذا إذا فتحت صار اسم مفعول كما علمت. نعم. التعدية واللزوم في الأفعال غير الثلاثية افترض في جميع الأفعال الآتية على وزن إن فعل وإن فعلت وفعل وفعلل وفعلل اللزوم فلا تنصب المفعول به ولا فلا تنصب فلا تنصب المفعول به ولا يتوقف معناها عليه نحو انكسر القلم وابيض وجه المؤمن واطمأن المؤمن بذكر الله وحرجم الإبل وأما غير هذه الأوزان فكل منها ورد متعديا ولازما مثل أكرمت زيدا أسحب زيد في الكلام وفتحت الباب وموت الإبل وموت الإبل وموت الإبل وجالست العالم سافر زيد وهكذا وإلى هذا أشار رضي الله عنه بقوله وفعل وفعلل وانفعلل وفعلل وفعلل اللزوم فيه حصل
وغير هذا يتعدى وقد يلزم فيه حذف هذا المقصد مقصدي وفعل وفعلل وفعلل وفعل اللزوم فيه حصل وغير هذا يتعدى وقد يلزم فيه حسب ما هذا المقصد. نعم اكمل فيه. الفصل الثاني مصادر غير الثلاثي. مصدر بناء افعل الظاهر من كلام الشرحيين ان مصادر الافعال غير الثلاثيه قياسيه لا يتوقف اشتقاقها على السماع وان اختلفوا في قياسيه بعض الابنيه منها ففعال مصدر لفاعل وفعل مصدر لفعل وينقاس في كل فعل على وزن أفعل بزيادة همزة التعدية أن يكون على وزن إفعال بكسر الهمزة وتسكين الفاء وفتح العين وزيادة ألف بين العين واللام نحو أحسن إحسانا وأكرم إكراما وأعرب إقرارا ونصح إفصاحا وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله أما المصادر فوزن أفعل حتى له افعال مصدر بناء فعل وافترض في صيغه فعل ان يكون مصدره على وزن التفعيل بفتح التاء وتسكين الفاء وكسر العين وزياده الياء بين الفاء واللام نحو حتى تحسينا وصرف تصريفا وعرب تعريبا وكرم تكريما وسكن تسكينا وقد ياتي المصدر على وزن تفعيلا بفتح العين وتسكين العين وكسر العين وفتح اللام بالنافذ واللفيف والملحق والمحمود نحو زكى تزكية ورقى ترقية وصفى تصفية ووقع توعية وروى توية وذكر تزكية وبشر تبصرة وجزع تشجيعة وهنع تهنئة وهذا ما نوه إليه رحمه الله بقوله ثم فعل أتى له التفعيل ثم التفعيل مصدر بناء فاعل وهذا مصدر فاعل على وزن مفاعل بزيادة ميم مضمومة وفتح الفاعل وزيادة الألف بين الفاعل والعين وفتح العين واللام على وزن وعلى وزن فعال بكسر الفاعل وفتح العين وزيادة الألف بين العين واللام نحو شارك مشاركة وقاتل مقاتلة وضارب مضاربة ونازع نزاعا وصارع صراعا ونافق نفاقا وإلى هذا أشار بقوله فاعل انفعال مفاعلة مصدر بناء فعلل جاء مصدر الفعل مجرد الرباعي فعلل على وزن فعلل بفتح العين وسكون العين وفتح اللامين الأولى والثانية وعلى وزن وفتح اللام الأولى وزيادة الألف بين اللام الأولى والثانية نحو زلزلة زلزلة زلزالا ودحرج دحرجة إحراجا وحرجم حرجمة حرجاما وحرجمة الجيم غير منقوطة اكتبوا النقطة تحت وحرجم حرجمة حرجاما وهذا معنى هذا البيت من النظم لفعلل الإعلال ثم الفعلل فنحو زلزال ونحو زلزال مصدر المبذول بالتاء الزائدة ويؤخذ مصدر الفعل المبذول بالتاء الزائدة من صيغة الماضية بضم الحرف الرابع منه سواء أكان عينا للكلمة عن كان لا مأكولا ومثال الأول تعلم تعلما وتصرف تصرفا وتقاتل تقاتلا وتصالح تصالحا ومثال الثاني تدحرج تدحرجا وهذا معنى قوله وإن تكن بدأته بالتاء
فضم ما يرفع في البناء والمقصود بالتاء الزائدة في أول الماضي وليس مبدا الفاعل فلا يكون فيه نحو تفل تقاتل فلا يكون فيه نحو تفل تبع نعم وقوله ما يرفع أي ما يقع رابعا في بنية الكلم والبناء بمعنى الصيغة والبنية مصدر المفعول بهمزة الوصل ويشتق مصدر الفعل الموصول بهمزة الوصل سواء كان قماسيا أم ثلاثيا من صيغة ماضيه أيضا بكسر حمزة الوصل وتسكين الحرف الثاني وكسر الحرف الثالث وزيادة الألف قبل الحرف الأخير فيقال كسر انكسارا واجتمع اجتماعا واحمر احمرارا وانتصر انتصارا واستفتح افتاحا واطمأن اطمئنانا اهرنجم اهرنجاما واهرنجم اهرنجاما وهذا معنى قوله وان تكن بدأته بالالف فمد ما قبل الاخير واعرف فمد اي زد حرف المد ان الذي ثبت في البرود يكسر مطلقا على المعروف مثاله كاستحرج استخراجا واحتجت من فضل العلي احتياجا واحتجت من فضل العلي احتياجا والمقصود من الف في البيت همزه الوصف واملاء الالف عليها بالنظر الى طريقه كتابتها لانها تكتب الفا واما بالنظر الى كيفيه النطق في غير حاله الوصف فيطلق عليها همزه الوصف على المجهول وقوله فمد ما قبل الاخير بمعنى زد الالف قبل اخر الحروف من الكلم ومعنى قوله ثبت وقع ثابتا في الفعل سواء اكان فاء للكلمه نحو انفتح انفتاحا أم وقع عينا للكلمة نحو اطمأن اطمئنانا أم وقع حرفا زائدا نحو استغفر استغفارا. حسبكم شيخ عبد الله، شكرا. وبهذا انتهينا من الباب الثاني من القسم الثاني، وبقي الفصل الأخير من الكتاب وهو يتعلق بالأفعال الثلاثية وبالأفعال غير الثلاثية. هذا الفصل لبيان كيفية اشتقاق فعل الأمر، عندما تكلم عن تصريف الأفعال الثلاثية لم يتكلم عن اشتقاق فعل الأمر، اشتقاق المضارع فقط. وكذلك في الأفعال غير الثلاثية لم يتكلم عن اشتقاق فعل الأمر، لأنه يريد أن يجمعهما معا في آخر الكتاب، وهذا ما سنقرأه الآن. فصل في اشتقاق فعل الأمر، اقرأ يا سيدي. نعم. فصل في اشتقاق فعل الأمر. نعم. يؤخذ فعل الأمر في العربية باتباع الخطوات الآتية. نعم. الأول الاتيان بالمضارع المجزوم. نعم. عندهم قاعدة مشهورة يقولون يؤخذ فعل الأمر من المضارع المجزوم. قاعدة. يؤخذ الأمر من إيه؟ من المضارع المجزوم. إذن الخطوة الأولى في اشتقاق الأمر آتي بالمضارع المجزوم. نعم. مثل لتفهم مضارع مجزوم، لتصل رحمك مضارع مجزوم، لتهتدي إلى الحق مضارع مجزوم، لتستمع إلى الحق مضارع مجزوم أيضا. هذه الخطوة الأولى. أها. نعم. حذف الجازم وحرف المضارعة. بعد الإتيان بالفعل المضارع ماذا أفعل؟ أحذف أداة الجزم وأحذف حرف المضارعة من أول الفعل. ما بقي بعد حذف حرف المضارعة إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا. فإن كان ساكنا فلا يمكن النطق بالكلمة على صورتها، لأن الساكن لا يبتدأ به الكلام في اللغة العربية، وإذا كان متحركا لا أحتاج إلى شيء آخر. أمران فقط، آتي بالمضارع المجزوم وأحذف الجازم وأحذف حرف المضارع. ما بقي إن كان أوله متحركا هو فعل الأمر دون حاجة إلى شيء آخر.
مثلا لتصل رحمك أهزف اللام وأهزف التاء، ما بقي هو فعل الأمر، وأقول إيه صل رحمك، مضارع مبني على السكون، عفوا أمر مبني على السكون، كما كان مضارئه مجزوما بالسكون. لتتعلم، أها تعلم. أما إذا كان ساكنا فنحتاج إلى زيادة حمزة الوصل قبل الفاء، وهذه الحمزة إما أن تكسر وإما أن تضم كما سيتبين. يلا يا سيدي. واستمعوا إلى الحق. الثالث زيادة الحمزة التي تسمى حمزة الوصل إن كان أول ما بقي بعد حذف الجازم وحذف المضارع في الساكنة. نعم. فيقال افهم. نعم. واهتدي. واحتدي. نعم. أو اهتدي. إذا ألغينا الواو اهتدي فتظهر حمزة الوصل. واهتدي. نعم. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله. نعم. ولتبتدي بحمز وصل من يفي. نعم. من بعد حذف ساكن. كتتقي. نعم. تنبيه. هذا ليس فيه من الإشكالات وليس من حلها وهي على النحو التالي. الإشكالات. الإشكال يعني شيء في ظاهره على خلاف القاعدة، فالواجب أن يبحث له عن حل. يعني وظيفة العالم الأساسية أن يبحث عن المخارج، خصوصا فيما يتعلق بنصوص العلماء والمتقدمين. أما الجاهل فهو وظيفته أن يخطئ، يعني كثرة التخطئة علامة من علامات الجهل. أما الذي له علاقة بالعلم فلا يخطئ إلا قليلا، ولا يخطئ إلا عند الضرورة، حاول كل ما يستطيع ولم يجد للأمر مخرجا فيخطئ بأدب، لأنه ربما يكون هناك مخرج لم يستحضره أو لا يعلمه أصلا. العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، كلما هويت من العلم ينطبق عليك قول الشاعر: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. إذن ظاهر هذا البيت إشكالات نرى فيها. تفضل. الأول إثبات اليأس بقوله ولتبتدي، والظاهر حذفها. نعم. لأن المضارع مجزوم بلام الأمر. نعم. وعلامة الجزم في معتل الآن في حذف لتبتدي ولتبتدي، هذا الفعل في ظاهره فعل معتل الآخر بالياء مثل تقتضي تحتدي، والمضارع المجزوم إن كان معتل الآخر يجزم بإيه؟ لماذا لم يهذف هنا؟ هذا الإشكال الأول. ما الجواب؟ نعم. والجواب أن الفعل المضارع تبتدي ليس معتل الآخر فيه. نعم. فإنه فعل محموز الآخر من البدء، أصله ابتدأ يبتدئ بالحمزة، والفعل المحمود ليس معتل الآخر يجزم بالسكون. لم يبدع مضارع مجزوم بالسكون، لم يبتدع مضارع مجزوم بالسكون. نعم. والأصل ابتدأ يبتدئ أصف الفعل بحذف حمزته، وكل فعل مضارع محمود وضع فيه هذا التخفيف في حالة الجزم. نعم. باعتبار الأصل فيجزم بالسكون ولا يحذف آخره، واعتبار الحال فيجزم بحذف الأصل. يجوز الوجهان، يجوز أن يقال ولتبتدي بحذف الياء على تنزيل هذا الفعل منزلة المعتل بعد التخفيف، ويجوز ما ورد في البيت. نعم. قال ابن هشام: نعم. إذا كان حذف العلة بدلا من حمز فيقرأ ويقرب. نعم. فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي، ويمتنع حينئذ الحذف بإبدال بالتضاهم. وإن كان قبله فهو إبدال شاذ، ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو بالعارض وعدمه وهو الأكثر. نعم. الثاني:
إثبات الجائز بقوله إن يتي، هذا إشكال آخر، إشكال ثاني. إن يتي، يتي مضارع ماضيه وها نقول. وهو والحذف يقول ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف. الإثبات هذا الأول، الحذف هو الثاني. ثم قال بناء على الاعتداد بالعارضي، هذا جواز الحذف يرجع إلى الحذف، وعدمه يرجع إلى الإثبات. ثم قال وهو الأكثر، الضمير يعود عليه، يجوز أن يعود على الحذف ويجوز أن يعود على الإثبات، والمعنى مختلف. إعادة الضمير إلى مرجعه شيء دقيق ومهم جدا في فهم نصوص العلماء. إذا عاد إلى الحذف يعني الحذف هو الأكثر، وإذا عاد إلى الإثبات يعني الإثبات هو الأكثر. أها، الظاهر أنه يعود إلى الإثبات. أحسنت السؤال. وهو أي الإثبات، يعني الضمير لا يعود إلى أقرب مذكور. هنا من الأحوال الاستثنائية، الضمير لا يعود إلى أقرب مذكور في جميع الأحوال. هذه قاعدة واحدة يقابلها قواعد أخرى، منها يعني إذا جاء الضمير بعد المتعاطفين، فالأصل هنا أن يعود على المعطوف عليه ليس على المعطوف، يعني هو راجع هنا على الإثبات. مفهوم الكلام؟ نعم. إذن الأصل وفى يفي، أن يقال إن يفي بحذف الياء، لأنه مثل حدا يهدي، يعني ليس مهموزا مثل الفعل السابق ابتدأ يبتدئ. ما الحل هنا؟ نعم. أن تحذف الياء علامة للجزم كالعادة المضارع المعتل، لكنه المبني على لغة تسمى لغة إجراء المؤتل مجرى الصحيح. الفعل المؤتل يعامل معاملة الصحيح، يعني الفعل المؤتل يرفع بضمة مقدرة وينصب إذا كان آخره ألفا بفتحة مقدرة، فكما يرفع بضمة مقدرة ويفتح وينصب بفتحة مقدرة يجزم أيضا بالسكون المقدر. إنجاز التعجيل. أقول لم يدعو زيد، لم يدعو إلا إلى الحق، لا أقول لم يدعو، بإثبات الواو على لغة إيه؟ إجراء المؤتل مجرى الصحيح، وعليه قول العوام يكتبون أحيانا في اللافتات صلي على النبي بإثبات الياء، الظاهر أنه خطأ ولكنه يرجع إلى لغة قوية من لغات العرب، مؤاملة المؤتل مؤاملة الصحيح، فلا يهزف في آخره حرف إلا وإن وقع في حالة البناء على السكون أو في حالة الجزم بالسكون. نعم. فيعد السكون الموجود في أحرف العدة علامة للجزم، فتثبت أحرف العدة فلا يحذف واحد منها. نعم. ويقال لم يخشى المؤمن غير الله بإثبات الألف. نعم. ولم يدعو العالم إلى الباطل. نعم، بإثبات الواو. ولم يمضي العالم على الخطأ. نعم. بإثبات الياء. نعم. هي تخص كل من الألف والواو والياء. نعم. وهو من الضرورات الشعرية. نعم. لكن هذه اللغة بعض العلماء لا يراها قياسية إلا في الضرورة الشعرية، في غير الشعر موقوفة على السمع، وهناك من يجيزها مطلقا. نعم. إذا عجوز الغضب فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. بيت عربي، يعني إذا كانت زوجتك عجوزا وغضبت منك فلا تتعب في إرضائها، ماذا تفعل؟ طلقها. هذا قول الأعرابي لكنه حديث موضوع. إذا عجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها، الأصل إيه؟
الأصل أن يقول ولا ترضى بحذف الألف، لكنه أثبت الألف على تلك اللغة للضرورة. نعم. والقياس حذف الألف من ترضاها علامة الجزم. نعم. وقول أبي أمر، كلمة أب ساقطة اكتبوها، وقول أبي أمر بن العلاء أبي أمر هجوت زبانا، هجوت الزبان ثم جئت معتذرا، من هجو زبانا لم تهجو ولم تدعي. هذا بيت قاله للفرزدق، الفرزدق الإمام أبو عمرو بن العطاء من الأئمة في النحو البصري، من الأئمة في النحو واللغة والقراءات، من القراء الأشرة. خطأ الفرزدق في بعض قصائده، فكتب الفرزدق قصيدة في هجائه، هجاه بقصيدة، ثم ندم الفرزدق على ذلك. رجل مشهود له بالصلاح والولاية، رجل فاضل جدا، الإمام أبو عمرو بن العلاء يعني فاضل جدا، فتعسف الفرزدق على هجائه، فكتب قصيدة أخرى يعتذر إليه من الهجاء السابق. فرد عليه أبو عمرو بأبيات منها هذا البيت، هجوت الزبان اسمه أبو عمرو بن العلاء، اسمه الحقيقي الزبان، الزبان. فقال هجوت الزبان ثم جئت معتذرا، من هجو الزبان لم تدعو ولم تهجو ولم تدعي، يعني أنت قلت قصيدة في هجائي ونشرت القصيدة بين الناس ثم جئت تعتذر، هل تستطيع أن تسترد الأبيات التي قلتها في هجائي؟ هل تستطيع أن تجمعها من الناس؟ إلى حد الآن موجودة في الكتب مروية الأبيات التي قالها. إذن بعد أن جاء بالقصيدة في الاعتذار، فرزدق وجد نفسه في منزلة بين منزلتين، بين الهجاء والاعتذار للهجاء. الشاهد لم تهجو، الأصل أن يقال إيه؟ نعم. والقياس لم تهجو بحذف الواو علامة للجزم. قول قيس ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. الشاهد ألم يأتيك، الأصل أن يقول إيه؟ ألم يأتيك. نعم. والقياس ألم يأتيك بحذف الياء علامة للجزم. نعم. وحمل على هذه اللغة قوله تعالى وحمل على هذه اللغة أيوة إنه من يتقي ويصبر، في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجره. إنه من هذه، ما نوعها، شرطية أو موصولة؟ شرطية. لماذا لا يجوز أن تكون موصولة؟ لأنه أطف على ما بعد من هذه بالمجزوم. لو كانت موصولة فالفعل بعدها مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، يعني إنه من يتقي ويصبر. إذا من موصولة، لكن إنه من يتقي ويصبر. هذا الجزم في يصبر قرينة على أن يتقي مجزوم، وعلامة الجزم السكون على لغة إجراء المؤتل مجرى الصرف. ولكن هناك توجيهات متعددة للآية، هذا واحد منها، إنه من يتقي على هذه اللغة. وهناك من قال من هنا موصولة، والسكون في يصبر ليس للجزم بل سكون للتخفيف، لأن ضم الراء يؤدي إلى توالي المتحركات المتعددة في مكان واحد، ويصبر فإن الله شيء من الثقل، الباء متحركة والراء متحركة والأربعة أحرف كل واحد متحرك ثقيل على اللسان إلى حد ما، فسكنت الراء للتخفيف. إذن يصبر مضارع مرفوع علامة الرفع ضمة مقدرة.
ضمة مقدر. مفهوم الكلام هناك عدة أقوال في توجيه الآية، لكن ما نحتاج إليه الآن حمل الآية على لغة إجراء المؤتل مجرى الصرف. نعم. من يصبر. نعم. وهذا الحمل إن صح لقائله. إن صح لقائله جمع. نعم. دليل على أن اللغة لا تختص بالضرائر الشعرية، يعني إذا صح أن هذه الآية على لغة إجراء المؤتل مجرى الصحيح فاللغة تجري في الشعر وفي غير الشعر، لأن القرآن ليس في الشعر. مفهوم الكلام، لكن فيه نقاش في المسألة. نعم. ولو قيل إذ يلي البيت بدلا من يلي لجرى البيت على اللغة الفصحى. إذ يفي بيت مرفوع، يعني الفعل مرفوع ليس قبله جازم، لكن إن يفي على لغة على لغة فصيحة مخالفة للأفصح. لو قيل إذ يفي لجاء البيت على الفصحى. وأيضا يمكن أن يكون إن يفي أصله إن يفي، الياء هذه زائدة للإشباع وليست لام الكلمة. هذا توجيه آخر لعله أقرب. نعم. وتحقق المعنى المراد ولعله كذلك في نسخة الأصل. نعم، هناك تقارب بين إن وإذ، الفرق في حرف واحد، ربما في الأصل إذ يفي ولكن المطابع أو النساخ يعني حرفوا الكلمة، هذا وارد جدا في كتب العلماء. نعم. الثالث قوله في قافية العجوز، العجوز عندك العجز بسكون الجيم وعندك العجوز، ما الفرق بينهما؟ العجز بسكون الجيم معناه الضعف، أما العجوز معناه الآخر. الفرق في حرف واحد، ضبط حرف واحد. العجوز بمعنى الآخر، العجز بمعنى الضعف. نعم. قوله في قوله في قافية العجوز تتقي. نعم. على أن روي القاف، وهو على هذا مخالف لقافية الصد. إن يفي الروي هنا الفاء، تتقي الروي القاف، هذا إشكال عروضي. نعم. حيث إن رويه تصطفي لزال الإشكال وتحقق المراد. شكرا. اقرأ يا سيدي. اقرأ. نعم. عرفت همزة الوزن. نعم. وهمزة الوزن يطلق بها في حالة البدء بالفعل في أول الكلام فقط، أي إذا لم تسبق لكلمة أخرى، وهي تكسر إذا كانت عين الفعل مكسورة مفتوحة. نعم. اكذب اكذب وافهم واعلم. وتضم الإنسان عين الفعل مضمومة، تنصر تقتل تسكت. نعم. وهذا ما نقوله. وهذا وهذا معنى قولي. أيوة. وكانت رجعتي وقد يضم قد يضم ثم قد يضم، لا بتحريك الميم. نعم. منكسرا يأتي وقد يضم من قبل ضم ثم قد يشم. نعم. منكسرا يأتي وقد يضم من قبل ضم ثم قد يشم، يعني حمزة الوصل مكسورة، هذا هو الأصل. حمزة الوصل دائما لكنها تضم في حالة واحدة، متى؟ إذا كان بعدها حرف مضموم. إذا كان بعد حمزة الوصل حرف مضموم، بعبارة أخرى إذا كانت العين مضمومة فهمزة الوصل مضمومة. مثلا أنصر، العين صاد مضمومة، إذن حمزة الوصل هنا مضمومة. اقتل، اخرج، ادخل، العين مضمومة فهمزة الوصل مضمومة. في غير هذا الموضع حمزة الوصل مكسورة، سواء أكانت العين مكسورة مثل احسب من حسب يحسب، احسب،
أم كانت العين مفتوحة مثل اعلم افهم اسمع. نعم. ومن كتاب ما سبق يعتقد أن الأمر مأخوذ من المضارع فهو قارن عنه وتابع له. ومن هنا يبنى الأمر على ما يلزم به مضارعه. فإذا كان المضارع مجزوما بالسكون نحن لم يلعب فالأمر منه مبني على السكون نحن يلعب. وإذا كان المضارع مجزوما بحذف حرف العلة نحن لم يدعو المؤمن إلى الباطل. نعم. فالأمر منه مبني على حذف حرف العلة. نعم. نحو ادعو. نعم. إلى الله. وإذا كان المضارع مجزوما بحذف النون نحو لم يلعب فالأمر منه مبني على حذف النون. نعم. نحو العبوا يا أطفال. وإذا كان المضارع مبني على الفتح في محل جزم نحو لم يذهبن فالأمر منه مبني على الفتح أيضا. نعم. نحو اذهبن. وكل هذا مفهوم من قول الناظم. وكل فعل أمره كما جزم. وكل فعل أمره كما جزم مضارع له بحذف قد علم. نعم. وبهذا يظهر أن قول كثير من النحاة. نعم. فإن الأمر مبني على السكون مبني على الأصل فقط. نعم. والأصل أنه مبني على ما يلزم به مضارعه سكونا أو حذف حرف العلة أو حذف النون أو محلا. نعم. تنبيه خرج عن هذه القاعدة فعل الأمر من أفعل يفعل فإنه لا يتابع حرف الجازم وحرف المضارع من مضارعه المجزوم بهمزة الوصل مع أن أوله ساكن وإنما يرد وإنما يرد إليه الهمزة المحذوفة من مضارعه للتثقيل لأن أصله يحسن نعم. فيقال في أمره أحسن. نعم. فكأنه يؤخذ من ماضيه بكسر العين وتسكين السين إلا أن يتصل بآخره شيء. يعني كأنه يقال هنا إذا أردت فعل الأمر من بناء أفعل تأخذه من الماضي لا من المضارع على خلاف القاعدة المشهورة. آتي بالماضي وأعمل إيه؟ أكسر ما قبل الآخر فقط. أحسن الأمر أقول إيه؟ أكرم الأمر أقول أكرم. مفهوم الكلام؟ وهذا أسهل من مسألة رد الهمزة وعدم رد الهمزة. الأمر من أفعل يؤخذ من الماضي بكسر ما قبل الآخر. كلام. مفهوم الكلام؟ نعم. وإلى هذا تنبيه نوه الناظم رحمه الله. نعم. والأمر من أفعل مطلقا نعم. بهمزة القطر فحقق حقيقة. نعم. والهمزة فيه كما قال الناظم همزة قطر لا تسقط بحال. نعم. سواء وقعت في أول الكلام أم وقعت في درجة. نعم. وخرج عن هذا القياس أيضا بعض الأفعال المهموزة سماعا. نعم. وهي أخذ أكل أمر. نعم. فإنها لا يتابع الحرف الجازم وحرف المضارع وحرف مضارعة. نعم. من مضارعها المجزوم بهمزة الوصل كما في بقية الأفعال. نعم. وإنما يهدف منها الحرف الساكن يعني ثلاثة أفعال أخذ أكل أمر عندما نأخذ منها الأمر نأتي بالمضارع المجزوم نهزف الجازم ونهزف حرف المضارعة ثم يبقى الساكن في أولها بدلا من أن آتي بهمزة الوصل أحذف الساكن يعني أحذف فاعل كلمة أيضا أحذف الجازم وأحذف حرف المضارعة وأحذف فاعل كلمة فيبدأ الأمر بالعين المتحرك فيقال من أمر من أقد يأخذ قل ومن أمر يأكل قل ومن أمر يأمر مر فجزء بقاء والأصل أن يقال أوكل أومر أوخذ هذا على القياس لكن المسموع هو المعمول به هو المؤول عليه نعم
ويجوز إبقاء الهمزة في الأمر من أمر إذا سبق بعاطف على حد قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم. وعلى هذا النحو خرج الأمر من سأل أيضا عن هذا القياس. نعم. فإنه يجوز فيه عدم الاتيان بهمزة الوصل بعد حرف الجازم وحرف المضارع. فتنقل حركة الهمزة التي هي لام الكلمة الفاعل التي هي سين حملا للهمزة على بقية حروف الإلا. فتصير الهمزة ألفا بعد نقل حركتها إلى السين. فتضاف الألف لالتقاء الساكنين فيقال سل ويلتبس بالأمر من سال يسيل سيلا. نعم. وعليه قوله تعالى سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. نعم. وجود الاتيان بهمزة الوصل على الأصل فيقال اسأل حسبك. وبهذا انتهينا من الكتاب كله ولم يبق إلا الخاتمة. خاتمة الناظم قال هنا انتهى الميدان باختصار من دون إخلال ولا اقتصار. معناه هنا تم نظم كتاب الميدان، يعني أصل هذا الكتاب أصل المنظومة كتاب منصور، مثل متن البناء متن بالصرف منصور، فنظمه الشيخ إبراهيم بن ياس رضي الله عنه في هذه المنظومة تحفة الأطفال. أصله منصور، مثلا متن البناء في آخر هذا الكتاب هناك نظم له الشيء نفسه. إذن يقول هنا تم نظم كتاب الميدان وهو متن منثور كما يفهم من كلام الناظم، تفضل على طلبة العلم بنظمه، وكان الشيخ رحمه الله مقيدا بمسائل ذلك المتن بما له وما عليه. يعني هناك بعض المسائل أو بعض العبارات جاء بها الناظم على خلاف المعهود والمشهور بين الصرفيين، وهذا يرجع إلى أنه لا يريد أن يخالف أصل الكتاب، نظم أصل الكتاب كما هو. مفهوم الكلام؟ يعني العلماء عندما ينظمون الكتب يضعون لأنفسهم مناهج في البداية. هناك من يذكر أنني سأنظم الكتاب إلا أن ما جاء على خلاف الأصح سأخالف الأصل سأعترض، وهناك ما لا يخرج عن ما في أصل الكتاب يأتي بالمنظومة موافقة تماما لما في أصل الكتاب، وهذا هو الواضح من هذا النص. وهناك من يعترض ويصحح ويتعقب، مثلا الشيخ عبد الله بن فودي صاحب الألفية في الصرف ذكر في المقدمة أنه كثيرا ما سيخالف ابن مالك ويخالف فلان ويخالف فلان. إذن ليست وظيفته أن ينظم القواعد فقط، لا، وظيفته بعد نظم القواعد تصحيح ما يراه على خلاف الأصح أو ما يراه خطأ. مفهوم الكلام؟ قال ومن ثم قال هذا البيت بمعنى أن مسائل الكتاب المراد نظمه انتهت على الاختصار دون إخلال ولا إملال نظما وجيزا قد أتى في يوم لكونه من فيض بحر الختم. نظما وجيزا، يعني جاء الكتاب نظما وجيزا قد أتى في يوم واحد، يعني هذا النظم هذا الكتاب المنظومة الأصلية وضعها الشيخ في يوم واحد، بل قال بعض تلامذته إنه وضعه بين المغرب والفجر بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن اليوم يشمل 24 ساعة ولكنه في بعض يوم كما قال أهدهم. نعم. وقوله قد أتى في يوم يعني قد تم نظم الكتاب في يوم واحد. وأفاد المؤلق على الكتاب أن العبارة على حسب مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فالتقدير قد أتى في بعض يوم لأن نظم الكتاب كان في نصف اليوم كما قال ذلك الناظم بنفسه في رواية المؤلق.
ومهما يكن من أمر فالأمر ليس غريبا في عالم متفنن اجتمع فيه العلم والولاية كمثل شيخ الإسلام الحاج إبراهيم بن عبد الله الكولخي رضي الله عنه. وقد روي أن الإمام الحريري نظم ملحته ملحة الإعراب في ليلة واحدة وهي تزيد على 500 بيت في ليلة واحدة، إذن ليس غريبا. وهذه المنظومة التي أمامنا أقل من 100. الإمام الحريري يروى أنه نظم قصيدته أكثر من 500 بيت في إيه؟ في ليلة واحدة. فالعالم الذي جمع الله له العلم والعبادة والصلاة يأتي منه العجائب، يأتي منه إيه؟ العجائب، يعني ما يقع في قرون يأتي منه في سنوات قليلة، ما يقع في سنوات يعمله في شهر واحد، ما يقع في شهر يعمله في ساعة واحدة. هذه هي البركة، هي البركة في حياة أهل العلم. إذا بارك الله في أمر العالم جاء في وقت قصير بما لا يكون إلا في أوقات طويلة. ومن شيوخي الذين أخذت العلم على يدهم من أخبرني بأنه عندما بدأ قراءة ملحة الإعراب قال له شيخه إن الحريري نظم هذا الكتاب في ليلة واحدة، فأضمر في نفسي أنه إذا كان المؤلف نظم هذا الكتاب أكثر من 500 بيت في ليلة واحدة فلن أعجز عن حفظه في ليلة واحدة، فأكف على الكتاب في ليلة واحدة وحفظ الكتاب ليلة واحدة فهو يسمي الكتاب، يسمي ملحة الإعراب بنت ليلى، يقول نظمت في ليلة وحفظتها في ليلة. مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه شيخنا شيخ الطريقة، هناك مقولة ذكرها مولانا الشيخ حافظ المصري في أحزاب وأوراد لسيدي أحمد التجاني، يقول همة الإنسان فوق الأكوان كلها، كل ما في الكون همة الإنسان فوق الأكوان كلها. فإذا عزم الإنسان على شيء وصدقت نيته وصدقت عزيمته وأخذ بالأسباب وغرس في نفسه الشعور التام بأنه سيصل إليه، يقول لا يوجد شيء على وجه الأرض يستطيع أن يسده عن ذلك. يعني استهالة كثير من الأمور ترجع إليك أيها الإنسان، لا ترجع إلى الأمور في ذاتها. إذا اعتقدت أن الشيء مستهيلا سيبقى مستهيلا عندك، لكن إذا قلت لا وصدقت النية وصدق الأخذ بالأسباب لا يوجد ما يسدك على وجه الطريق، كل شيء سيزيله الله سبحانه وتعالى. وهي كذلك، يعني نقول مستحيل أن يوجد في هذا العالم مثل الإمام فلان، مثل فلان، مثل فلان، مثل فلان. استحالة ذلك راجعة إلينا وليست راجعة إلى العلم ولا راجعة إلى فضل الله الواسع. فكل من يريد أن يجرب فليجرب. مثلا تقول إيه، كلنا الآن دون 30 من العمر والحمد لله، تقول أريد أن أكون أكثر الناس علما في بلدي، مثلا في وطني، أعلم الناس في وطني، أعلم إن شئت قل أعلم الناس في زمنك، ولكن لابد أن تصدق النية وتصدق العزيمة والأخذ بالأسباب والبعد عن سفاسف الأمور وسترى العجب. أريد أن أحفظ المذهب المالكي كله بتراثه المتعدد، يمكن هناك من حفظ قبلك، فقط القضية ترجع إلى صدق النية والعزيمة. مفهوم الكلام؟ قل كيف يحفظ أكثر من 500 بيت في ليلة واحدة؟ إنها العزيمة. جرب أنت أيضا اليوم بعد صلاة العشاء، كن صادق النية صادق العزيمة، جربي سترين العجب. نعم ستحفظين ملحة الإعراب في ليلة واحدة إذا صدقت النية، إذا صدقت النية. طيب،
وقد روي أن الإمام الحريري نظم ملحته في ليلة واحدة بين صلاة العشاء والفجر، وهي تحتوي على قرابة 500 بيت. ومن باب التشبه بالصالحين أكفت على نظم كتابي الأوامل 100 في علم النحو في يوم واحد، وتم لذلك بفضل الله. يعني هناك كتاب مشهور الأوامل 100 للبركوي وللجرجاني، نظمت هذا الكتاب في يوم واحد، وهذا تقريبا أنا في السنة الأولى في الكلية. وسميته إتحاف الفئة بنظم الأوامل 100، وهو يحتوي على 100 بيت تقريبا. وقوله، أي قول الناظم، من فيض بحر الختم، إشارة إلى أن نظم الكتاب آية من آيات الفيض التجانية التي ظهرت على يد الناظم رضي الله عنه. والمراد به، أي المراد بالختم، مؤسس الطريقة، الطريقة التجانية، أبو العباس أحمد التجاني رضي الله عنه. ومن آداب أهل التصوف أن ينسب كل فضل إلى شيخه، أدب. يعني من آداب المريد في الطريق أن يرى أن كل ما أنعم الله به عليه ببركة شيخه، هذا أدب يكاد أن يكون أو يكاد يكون مفقودا الآن. بل الإنسان إذا وجد ما وجد يريد أن ينسي الناس مشايخه، كأنه ولد هكذا ليس له شيخ، يشعر كأنه من النقص أن يعرف شيوخي، فهو يريد أن يبتعد عنهم ويتجنبهم. سبحان الله. فإن دل قوله هذا على شيء، فإنه يدل على أن دعوة الناظم وفيضته علم يصدقه فتح، علم ودليله الفتح من الله سبحانه وتعالى، فتوحات، وفتح يصدقه العلم. علم يصدقه فتح، العلم أولا ثم الفتوحات ثانيا، والفتوحات الدليل على أن الإنسان صاحب فتح أن يكون عالم، والدليل على أنك سيأتيك الفتح من الله أن تتلقى العلم من العلماء. لكن تبقى جاهلا ولم تتلقى شيئا وتنتظر الفتوحات ستجدها يوم القيامة إن شاء الله، أما في الدنيا فلا. فكل من يدعي الانتساب إليه، كل من يدعي الانتساب إلى الناظم الشيخ إبراهيم إنياس بعيدا عن العلم وظواهر الشريعة وما علم من الدين بالضرورة، فهو زنديق جاهل بريء منه ومن فيضته. وفيه إشارة أيضا إلى أدب صوفي رفيع، وهو نسبة كل ما وقع للعالم من فتح وعمل صالح إلى شيخه المربي الذي فتح الله به عليه. والمقصود بالختم القطب المكتوم والعلم المعلوم، سيد الإمام العارف بالله أحمد بن محمد التجاني المغربي رضي الله عنه وأرضاه، وأفاض علينا من فيوضاته وبركاته. ثم قال: في عام هاء بعد 40 مع 13 معين. وفي الأصول المتأخرة خصوصا في الخلافة العثمانية اشتهر بين العلماء التأريخ بالأرقام، التأريخ بالأرقام. قوله في عام هاء، أي في عام 8، الهاء 8 في الأرقام الحسابية. والمعنى أن نظم الكتاب كان في عام 1348 من تاريخ الهجرة النبوية الشريفة. والحمد لله على تكميل نظم يفوق نزهة الكمليل. وهذا يشير إلى مناسبة نظم الكتاب، لماذا ألف أو لماذا نظم الشيخ إبراهيم هذه القصيدة. جاء في المقدمة من الكتاب المطبوع أن متن الميدان كتاب منصور، وهناك أحد العلماء هناك في السنغال بالذات
نظم هذا الكتاب. الشيخ مهدي تعرف هذا؟ تعرف متن الميدان هذا؟ تعرفه؟ الأصل هكذا تسمونه؟ طيب، أحد العلماء هناك في السنغال نظم الكتاب، وطلبة العلم يتلقون علم الصرف من خلال تلك المنظومة، إلا أن صاحب النظم وهو الكمليلي وقع أصيب في نهاية أمره بالإنكار الشديد على الطريقة التيجانية وعلى الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه، يشتم ويلعن ويكفر. فطبعا الشيخ أراد ألا يترك أهل الطريقة من طلبة العلم يقرؤون الصرف من كتاب ذلك الرجل، فوضع هذا الكتاب ليغنيهم به عن تلك المنظومة الأولى. فهنا يشير إليه بقوله: والحمد لله على تكميل نظم يفوق نزهة الكمليلي، مؤتزرا عند ذوي الألباب لناظر في أعصر الشباب. يعني الشيخ نظم الكتاب وهو كبير السن فوق الستين في نهايات عمره من أواخر كتبه، وطبعا الشاب الباحث له جلد وله صبر على التحقيق أكثر من كبير السن. يعني الطالب في سن الثلاثين أو العالم في سن الثلاثين أو الأربعين خوضه في المباحث وتبتيش الكتب وتحقيق المسائل أكثر من كبير السن غالبا. يعني يقول للناس أو ينظم ما حققه وما حفظه في صغر سنه، أما الشاب يكون عنده نشاط أكثر. فلذلك الشيخ يقول: أعتذر للشاب الذي ينظر في هذا الكتاب، فلعله يجد أشياء على خلاف الأصح، على خلاف الأفصى، على خلاف التحقيق، فليلتمس للشيخ الكبير الأزرة. هذا معنى معتذرا عند ذوي الألباب لناظر في أعصر الشباب. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه، ما خدم للعلم خادم ففاق الخدماء. وهذا آخر الكتاب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي نهاية الأمر أريد أن أنبه على شيء مهم، وهو أن الدراسة، أن طلب العلم شيء له أركان لا يتم إلا إذا اجتمعت هذه الأركان. الركن الأول التلقي، تلقي العلم من أهله. الركن الثاني الجد والاجتهاد في الحفظ والمراجعة والاطلاع وتوسيع المعلومة. فطالب العلم الذي لا يملك من العلم إلا ما سمع من شيوخه فهو مسكين. لابد أن يتعلم الطالب البحث في أمهات الكتب. العالم أستاذك يشير يذكر لك المبادئ والمهمات، من الذي يوسع المعلومة؟ أنت. هذا الركن الثاني، الجد والاجتهاد في الاطلاع والبحث. الركن الثالث الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله بالنوافل والأذكار وفعل الخير ومحبة الصالحين. هنا يأتي التيسير والفتح من الله سبحانه وتعالى. هذه الأركان الثلاثة لا يتم العلم إلا بها: أولا التلقي، ثانيا الجد والاجتهاد في البحث والاطلاع والتحقيق، ثالثا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أهملت أي ركن من هذه الأركان فبينك وبين العلم بون شاسع.
فمشكلتنا في الغالب نحن الذين نطوف حول العلماء في التلقي لا نذاكر إلا قليلا. أحضر للشيخ وأذهب إلى البيت وأرمي بالكتاب، لا أذكره إلا في وقت المحاضرة الجديدة، هذا يمنع الطالب من أن يصل. لذلك تجد أحد الطلاب يمكث يتعلم في الأزهر 10 سنوات يتعلم، هناك من أعرفه من 10 سنوات في المجالس العلمي في الأزهر، نحضر دروس في العاجرومية وملحة الإعراب، والآن يقال دورة في العاجرومية وأراه في الصف 10 سنوات ولم ينتهي من متن العاجرومية. من أين جاءت المشكلة؟ لا يراجع في البيت. حضور المجالس فقط لا يكفي، هو أساس. من يريد أن يبني بيتا أو قصرا أو إمارة وضع الأساس فقط فترك العمل، هل يتم البيت؟ إذن حضور العلم من العلماء عند يعني حضور الدروس أساسيات، أما التحصيل الحقيقي فيرجع إلى مجهودك في البيت وإلى علاقتك بالله سبحانه وتعالى. فأرجو ثم أرجو ألا تتركوا هذا التأسيس الذي إشنا له 3 أشهر أو شهرين، وسع ما أخذت في هذه الدورة الصرفية، هناك كتب معاصرة اقرأها ستفهم أكثر ما فيها دون أن تقرأ على يد الشيخ، وسع ما أخذت من هذا الكتاب بالمذاكرة والاطلاع. عندك أذكر بعض الكتب المهمة جدا لمن يريد أن يوسع المعلومة، لمن يريد أن يكون صرفيا بحق أن ينتفع من هذا. أما المنظومة كما قلت في البداية فلا بد من حفظها وكثرة مراجعة هذا الكتاب. ثم للاطلاع والتوسع عندك كتاب دروس التصريف للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، كتاب معاصر جميل العبارات ليس فيه أي تعقيد ولا صعوبة. إذا فهمت هذه الدروس التي قمنا لها تفهم ذلك الكتاب بنسبة أكثر من 70% بنفسك. والكتاب الثاني المغني في تصريف الأفعال للدكتور عبد الخالق أديمة، موجود في دار الحديث. والكتاب الثالث شزال أرفي في فن الصرف للشيخ الحملاوي، موجود متوفر. والكتاب الرابع الشرح الكبير على لامية الأفعال للبحرق اليمني. والكتاب السادس الممتع في التصريف لابن أصفور، كتاب متقدم ولكنه إذا نظرت فيه كأنه ألف في هذا العصر. الممتع في التصريف لابن أصفور تحقيق دكتور فخر الدين قباوة، كتاب ألف من أكثر من 7 قرون لكن كأنه ألف اليوم، عبارات واضحة جلية جدا بل أوضح من كثير من الكتب الموضوعة في هذا العصر، تستطيع أن تقرأه وحدك وتفهم الكثير انطلاقا من المبادئ التي أسسناها هنا. هذه الكتب التي ذكرتها كلها الآن إذا أحسنت هذا الكتاب وراجعتها توسع المعلومة وستفهم أكثر ما فيها. ومن آداب طالب العلم أن ينوي بكل في كل ما يتعلم أن يعلم غيره، فهذا الدرس الذي أخذت دين على رقبتك ورده أن تدرس غيرك، توسع تجتهد تعمل ما تعمل حتى تكون أهلا لتدريسه لغيرك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يفتح لنا الفتح المبين وأن يجزي عنا آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا خير الجزاء. نقرأ سورة الفاتحة 7 مرات هدية إلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وخصوصا مؤسس هذه الزاوية المباركة الإمام العارف بالله الشيخ محمد الحافظ المصري وناظم الكتاب الشيخ إبراهيم الناس وكل من كتب في علم الصرف انطلاقا من الإمام الخليل وسيبوي حتى العبد الفقير إلى الله. نسأل الله أن يجعل الجميع شركاء في أجر ما نقرأ
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا وافرا في العلم، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يستعملنا في التعلم والتعليم وخدمة الإسلام والمسلمين. بسر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.